إذن مطلوب تحديد معادلة المستقيم د المار من النقطة أ ثلاثة اثنان والموازي لمستقيم دلتا الذي معادلته Y تساوي خمسة إكس ناقص ثلاثة. solution donc soit دي ديكواسيون réduite Y إتيكال إم plus بليس بي. إذا نعتبر المستقيم د معادلته Y تساوي إم زائد بي. puisque d et delta سون إذن بما أن الدي و متوازيان فحسب شرط التوازي سيكون لهما نفس الميل alors m إتگالي 5 إذن مستقيمات دي و دلتا لهما نفس الميل لأنهما متوازيان إذن <متحدث> المعادلة المختصرة المستقيم دي بعد تعويض الميل بخمسة تصبح

لذا فإن معادلة الخط D اي 5x ناقص 13، بحيث الميل هو 5، لابونت والأرتوب عند الأصل ناقص 13 والميل أ 5، والميل الكرام شكرا على انتباهكم وإلى